هو ايه قصة المشكلة الكبيرة اللي عملها استاد سانتياغو برنابيو في مدريد؟ كلنا عارفين ان ريال مدريد صرف مليارات مؤخرا عشان يطور ملعبه، وتطوير الملعب ده كان من اهم اسبابه انه ما يبقاش ملعب كرة بس، لا يتعمل عليه حفلات طوال الاسبوع تعمل دخل كبير للنادي. وبالفعل تم تطوير الاستاد وبدأ يتعمل عليه حفلات عالمية، وهنا بدأت تظهر المشكلة، وهي الضوضاء اللي بتعملها الحفلات للسكان جنب الاستاد. وبالفعل السكان خدوا خطوات قانونية ألزمت النادي لإلغاء الحفلات حتى مارس 2025. وبقى الشغل الشاغل كله لإدارة ريال مدريد دلوقتي إزاي نعزل الضوضاء دي عشان نرجع ندخل الدخل الخرافي اللي بيجي من الحفلات. بدأت إدارة النادي في التواصل مع السكان اللي ساكنين في المنطقة المحيطة للاستاد، واقترحوا عليهم عزل الشقق السكنية بتاعتهم من الضوضاء على حساب النادي. الاقتراح ده وافق عليه جزء، لكن رفضوا جزء تاني كبير، وكان سبب الرفض ان المشكلة ما كانتش في صوت الحفلات العالي، لا المشكلة في التجمعات اللي كانت قبل وبعد الحفلات. فترى بقى ريال مدريد هيعمل ايه في المشكلة الصعبة دي؟